تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير. نحييكم في هذا المساء، مساء فعلا رائع باللي هناك توقعات بتساقط كميات جديدة من الأمطار، وعلى كل حال الشمس بعد ما زالت لا صاقعة ما غاد قبلتك. ونحييكم إذا باسم فريق البرنامج، ورحبوا بكم في هذه الحلقة الجديدة اللي راجع إن شاء الله أنها تعود حلقة مميزة جدا 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 من برنامج مساء الخير. مرحبا الغالية. مرحبا بك محمد، مساء الخير ومساء الخير المشاهدين الكرام. ما شاء الله الخريف، ما شاء الله هذه تجي كذا نوع من قلت الراحه في العمل، فوقت ان الخريف ذا العام. على كل حال لا حول ولا قوه الا بالله، ربما عزائنا الوحيد هو العنان الجابر مع مشاهدينا كل مساء. مشاهدي الكرام، اذا تتابعونا معنا في حلقتنا اليوم من هذا المساء، بيع اللبن بداوه تحتاجها العاصمه كي تتنفس، غسيل السيارات تحصيل عنوان تحصيل وعنوان لرفض الكسل، وفي فقرة عين على السحوة حياء مرغوب أم قطع لصلة الأرحام منبوذ، وفي فقرة صحة وتغذية نناقش أمراض القلب والشرايين، هذا بالإضافة إلى فقرات صحافة اليوم وفقرات أخرى متنوعة. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في بداية هذه الحلقة. زميل الغالي، انت قاعد شربتي اللبن ديال الخريف من ساعه بدات عليها؟ من ساعه بدات لا لا عاد بعدهم هون فهمين؟ هون من الدشران ما خطت الخريف كيف ما تعرف. طريق عزيزه قالوا عنهم مخرف، طريق عزيز والله الصكوك وذا الشيء اللي يجينا من شهور اللبن. اختي مشكلته العاد هما يصنتوا لي عندك الالبان عاد دائما فيها قضيه دقة. قلت لك انا ماني قايله شي، لا خلي بينك انت معاهم. انا ما قلتش، انا لا راني لا رد اللي تقول الناس، تقول الناس عن هناك مثلا بعض من هذ الناس اللي يستخدموا الدقة في 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 هذه الحيوانات، ياكي يكثر البن ويكثر البيع ويحرق تعبي يحرق السوق شوي ويحرق ما لقى على فم باع لعنهم غسيل مارو يزيدوا به البن ياك ما تغير طعمته. هاي مثلا مخادعات لا تقولها الناس يدعوا لا انا بعد ما بين معاهم مشكله شخصيه. يا غير محمد، نحن بعد ما بقى المخرج الموريتانيين بشكل عام يسوى اللي خلق الحد منهم من التحضر ومن القرايه في الخارج ومن الثقافه ومن المدن مثلا، والسياني كابر هون في المدينه والسياني خلاقه في الباديه يتم اللي بدوي تم الابدال من ذاك الزر شوي. هو غريب طول بينا ما نصيبوا عنهم. غريب عن ذا المنتج، تعرف يحاول دائما يختار العربيه ويكتب لك لا على كل حال انا غبدوا لكم بغبيه تلك الاولين، يظل الموريتاني رغبه تحضر يحمل بدايته مع ضلعه اينما حل وارتحل، ويظهر الحنين ويظهر الحنين اليها دون ان يغفل شيئا من تفاصيلها. قرايم الزر الثاني من المقدمه قرايتي قرايتي كم الزر الثاني من الروايه كان؟ نحن لهنقيسو ذا هو موضوعنا، والله زاد موضوع تقريرنا اليوم الاول. لهنقيسو احمد وشريف المختار زار مشاريع اللبن وعاد لنا غريب بالتقرير. عاد لا بالتقرير وحده، ما عاد بشن اللبن معه. نتابعوا زميل احمد. هي لنواكشوط بدات تتخلى عن ارضها وبعض من عاداتها، لكن اهلها ما زالوا على شيء من بداوتهم. قطع من البادية تسورت بها العاصمة من جهاتها الثلاث، يمتهن أصحابها بيع اللبن الطازج بمختلف أنواعه، لا يشكون على غير العادة إلا كثرة الإقبال وإلحاح الزبائن. والله ما شاء الله، والله اللي ياسر إقبال الناس، اللي ياسر حتى علي يعار، حتى زمن الخريف والله يعار. قال أنا بعد لبني مسكنه ب 600 وفي كل قاع زمن الناس تزيد وتنقص وأنا مسكته ل 600. ألبان من الضرع إلى الزبون، استحضار جلي للحظات عهدها في عتمات البادية. بعض المشترين لهم آخذ على الأسعار المرتفعة رغم نقص التكاليف على أصحاب المشاريع في فصل الخريف، فأطراف العاصمة اكتست هي الأخرى خضرتها لتكون مرتعا للقطعان. للزبائن مخاوف كذلك من الرعاية الصحية، الألبان هنا لا تمر بالمراحل المتعارف عليها كالتعقيم والبسترة. أنا هذا جيت هون تقريبا يتعود لي هون 20 يوم، عندي والد هون يتعالج ودائما زيد له الله لابن البل، فقد جودة صحته يعلمها فعلا الله مولانا، انا لين تعود له ما هي تقيه هي ونفسها وخايفه من مولانا، تقد تلف له شيء ما هو صالح. مآخذ على ما يبدو لم تمنع حج مئات السيارات الى حيث هؤلاء مع اللحظات الاولى للمغيب، بعضها يحمل حاجته ويمضي لحال سبيله، فيما تفضل بعض العائلات ان تتشرب ابدانها نسائم الاماسي قبل أن تزدرد ما لذ من الألبان على مهل.
لا عجب في هذه المشاهد ما دام الموريتاني ينشأ على البداوة وخصالها، لا ريب أيضا أن مثل هذه العادات ستعيش زمنا طويلا إلى أن تكف هذه البنت عن شرب الألبان وزيارة مضارب أصحابها. البلبل دائما يجونا شربوا. قلت لك محمد أحمد ويبان بعد حلم ما ادري يقول لها انه تعرفي مستيبل وعنه يعرف البادي وهيك نوعها لا تطلع فيها لا المسرح يا غير ما جاب لنا شيء ما حضرنا ما اقتنع انا احمد وعنه قدي قرب منا يا جماعه واحد وقيدت وقال له عنه سكيورتي يعني ما تعرف عنه مشكله ما لهم قالها لك جوجي ويلو نوع من روق مستيبل احمد وصاحبي انا ونعرفه على كل حال نحن وزنا لين نجبره لين نشمره هنا ما فتنا حضرنا في البيت وغريب انه قاسي طريق اللي فيها هذا من البنك كامل وغلبه يجيب لتر واحد لتر عاد لا بتقرير على كل حال لا كانت مبادره جيده لانه رجعنا بتقرير لا رجعنا من درى شنو هما ازين نوع من اللبن عندك محمد من درى كانوا ذا الرايب والله الحليب ولا البقر يبل قلم شنو بون اللبن انا اعتقد على شبه نوع من اللبن خصوصا في هاي نصائح راهي نصائح صحيه ومهمه بالنوعيه من اللبن فتره الخريف اللبن الطازج عود كينو محلوب اللي فيه بكتيريا ما هي كيف تعرفي ذيك البكتيريا اللي هي اللي يتغذى عليها الجسم وتمنعه من العديد من الامراض اللي ما تجبر في اللبان المصنع نتيجه عن اللبان المصنع تتعرض لدرجه حراره معينه درجه الحراره تقضي عليك البكتيريا ليكيا وهيك البكتيريا يحتاجها الجسم في مواجهه العديد من الامراض شكرا لك السيد الاخصائي محمد والحيف اللبان الطازج شكرا على النصائح رانا سمعناهم غير انا اذا نعرف ان شاء الله جاي من منين هي اللي انا سمعت انك عندك الحيوان وذا الشيء يا ربي لا وسيت هل يا لمن المخرج يا اخواني يا اخواني ليت عقب وجهه تعدلوا مصالح وطنيه بيني انا والمخرج المخرج ما رضيت المخرج متيمش لا مسالش من سد اخبار البن كاع ما تزال مضيشني على كل حال حالق لك طشم تمشي ودور تداوم ان شاء الله قول لي قال لي انواع البن شنو انت سؤال طرحت لي انا تعرفيهم بعد كاع سولي عاد على الوايري تكذبي ولا تصدقي؟ اه انا نعرف منهم ذا اللي رايب هاي بيّر نوع من الرواب، الرواب نوعين، قال لك شو يعدل بالصلاحة وشو يعدل بالدباغ وشو يعدل بالشكور. أيهما؟ كامل نبغي. أيهما أحسن بالنسبة لي؟ وأي نوع من اللبان كان البن البقر، البن الغنم؟ أنا البن البقر كاع ما نبغي. أنا نبغي عادة لا لبن البل. يقيري لين يعود هذا في حالة حليب. أيوة. لين يعود الصرايب، نختار لا يعود غنم. البن الغنم. البقر كاع ما هو قال علي بيا تعرف تسمو حتى انا اليوم شايب معايا طبيب القلب والشرايين وذاك الشيء وتسمعت انا كرفت وجه المكشر من البن البقر لا رفت وجه المكشر زيك ما انك الحيوان اللي ذكر لي عندك البقر كامل لا 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 انا لا انا لا انا محمد ما تتخمم تفتح مشروع للبن انا حاني تمويل ايوا لك معناها انه موجه لدار انا جبر تمويل نجبر تمويل ان شاء الله وخالق شنو قالوا تمويل مشاريع صغيره ان شاء الله نحاولوا كان نعدلوا مشروع صغير من رايك كان غسيل السيارات محمد يحتاج التمويل والله بدي غسيل سيارات بعد رابح ذي الفتره بي اللي تعرفي رابح ذي الفتره حتى بي اللي شو تعرفي جابر السحاب وذيك المطيانه هذيك الحاله كي غير مشيتي بيا من البن بلعبتي دائما دخلي شي في شي تعجلي تدخلي في شي دائما تدخلي شي فشي تمو في البن تقيسي بينا انت تدفعي بينا واحد قص السيارات هاي قالوا شي لحفشي وشي لحفشي كان معنا الزميل هنا تيان هرمان زميل دائما عبد الله عايد معلمني شي لحفشي تقول لي غسيل سيارات غريب انا يومي هذا سمعت على المخرج اللي معنا الشيخ المخرج محترم شيخ الحبيب المخرج صدق قاعد لانك تصقر ولا ما تصقر هو عنده هو غريب انا يومي كنت قال لي حد الان خرص وعنده جبروت خل مدونه جينيس الارقام القياسيه بوصف صاحب اوسخ سياره من عمشوط لكن تعرف تعرف مشكلته شنو اذا من المطاين يدخل لا ماشي يدخل من لا ويدخل من وك المخرج ما يتسع ودي روايه سبت المشكله على كل حال شفتي غسيل السيارات هذا من فعلا مهنه هي مهنه شريفه طبعا ومهنه تخدم الناس يعني ما كل حد صايب اي وقت يغسل سيارته يتخدم ياس ثانيا مهنه تقضي على البطل هي لا مشكلتها الوحيده شنو انا توسخ قدرهم توسخ قدرهم ما الله انا الصقع شايفه لها مشكله اخرى ما مشكله قدرها كاع ما يلا يوسخوا يعني غير انا شايفه لا على ان المجتمع من نفسه ما يتقبل النوع من المهن البسيطه والله زاد دائما يعود متكبر على مولاها اللي عدلها مع انه هو متحدي
مثلا هو كان يقدر يمشي يطلب، والله يجبر الفضاء بطرق ما هي زينه، يقير والله ما هي شرعيه، وهو شاب مقتبل عمره والله ما اجبر فرصه عمل لين يمشي ويمتهن مهنه شريفه، يلا يشجع عليها وينعت له نوع من الاحترام والقيمه. معنا نحن جالياتنا في، انا قاعد ما نبقى اسمي شريتنا والخارج، لا توحني محمد راي بك اللي ساك تحانيني الرد جاليات الخارج بيك ما نسو تفاهم والله بنتك ما نبقى عليه الخارج ما بيني معهم اي سوء تفاهم، يقير نحس هذا من مجتمعنا نحن، انك يمشي طفل لا هو مولي بيه ظروف معينه في بلده ويقيس الخارج ويجبر مهن عاديه ذكيبتها، يقير بما انه كاتياه يقعد اشبه فضة يجي هون يجي مفخر فيهم ولقيل وذا الشيء ذا زين، يقير مولي يلا ينطبق على الناس اللي بقات هون ومارست المهن مالها، هي مولي لا تسعى على انها تجبر لقمة عيشها بصيفة شريفة وتعود مثلا يلا تنعطى له قيمة كيف ما معطية للناس الاخرى يعود مساوي معاهم، هون تحس على انه اقل من ارواقيش الاخرين والله يعود معه الحمد بالعكس. شفتي صاخة خارج مرد عاد فايتك، وهذا راهو ما هو التعميم قاع ما هي هم صاعد هون قاع قضية غسيل سيارات تقسمت في نواكشوط شور زرين وخارج يغسلوا ب 300 غسل العادية وخارج الصاهر الانجليز هذا يعني من عندهم شيء وكلهم يجبروا قاع لا باركومات تجيبوا تاكر ذوك قاع ما شاء الله عاد مثلا ايوه شنو مخرج عزيز اليوم جابرين نوع من الشين الصراحه ما تجمع اللي ما قد شفته المنتج هذا هو يعيط اذا لا نحاولوا لان نرضاو المنتج اللي الشاعر لا يدخل علينا صلاح فاضل عندي انه شبه مني انا وانتبه اللي زار بعض من هؤلاء وعاد بالتقرير الثاني كثيرة هي المهن التي يمكن للمواطن ان يعتمد عليها في حياته اليومية. مهنة غسيل السيارات إحدى هذه المهن، ينكب هذا الرجل على مهنته بكل حيوية واندفاع، يسكب الماء ويمسح وينظف، لا يريد أن تبقى زاوية في هيكل هذه السيارة إلا ومرت فوقها يده وطالتها من شفته. ولأن لكل مهنة عوائقها وصعوباتها فإن مهنة غسيل السيارات ليست استثناء في هذا الشأن. شغلت ونص قيل الوتات هذه تقريبا سنتين ونص مارس هذه المهنة مستفاد منها الحمد لله. لا يا بعض الاوقات تطرح لنا مشكله الماء ونختار ما اللي نحد من الاجانب فيها خاصه بالمواطنين فائدتها لنا وحتى على الركليان دائما اليوم يا الحمد لله بداخلنا لباس به. وغير بعيد من هذا المكان تحتكر ممارسه هذه المهنه من قبل الاجانب حيث يؤمهم العديد من ملاك السيارات من اجل الحصول على خدمه تنظيف السياره من الخارج والداخل وبثمن اغلى. جونا الصقلوا عند هذو الصقاله هون، الحقيقه كنا نبغوهم يعودوا لا مواطنين موريتانيين، به اللي عمل شرف، قدموا لنا شمل الخدمه، مره يعود نعودوا راضين عنه، مره يخلقوا فيه تجاوزات، لا نعدوا تسامح معاهم، مهنه على كل حال دخلها جيد، حسب اللي نشوفه هون، اللي انا صاق الوت اليوم صالونها ب 4000 زياده، وهذا على كل حال سياره واحده. شكيفت إلى جاو خمس سيارات عشرة لعشرة الواقيج. مهنة غسيل السيارات أخذت مكانها المناسب في سوق العمل بين مختلف المهن الحرة، ويشكل موسم الأمطار فترة ازدهار لهذه المهنة بسبب ما تخلفه المستنقعات والبرك من عوالق على السيارات، مما يضطر أصحابها إلى تكرار غسيلها مرات ومرات. شكرا للزميل فاضل على هذا التقرير. زميل صلاح فاضل فعلا قاعد قادنا الظاهره اخرى هي قضيه وسخ الوتات في الفتره مالية تجتنا هذه عندي عنهم هذا هو الوتات الناس يسقوا الوتات هاو قاعد زملاء انا هاو قدام ملعب الاولمبي وجه لوجه عندنا المستسقى والاسحاب طبعا تجتها الان تعود مديره للداخل مساعد للتبدا يفكرك الاكل هو رزق عندي انا تم لا يكر علينا ولا حولينا علينا ولا حولينا ياك انا انا المخرج قال لي امال يروي اخرى قال لي على انك انت اللي عندك بلصقي الوتات محمد انت قاع ما شاء الله عليك عندك الحيوان وعندك بلصقي الوتات وصحابي تبارك الله انا لا صحابي انا لا صحابي خلي بلا صار شي من الشباب اللي عاطل على العمل شتي واخا حقيقه هذيك المخرج قلعي قلعي نقطه فوق الخاء او قراي اسمو جيك والمحرج على كل حال محمد اولا مش عندك كامل ينقص السحو على
لكن سكت في مصر. السحوه ما هو هي كاع السحوه هذه مثلا الحياه من الايمان. يعني غير نحن هنا في مجتمعات والله ما هو كاع مجتمع نحن الموريتاني وحده، مجتمعات اخرى يعدلوا زادية سر من السحوه اللي عادت زايده على اللزوم والله زادت خطات الشرع. ونحن شاكين على ان السحوه ما جات في الشرع اصلا ما هي خالقه بدعه. انا اعتقد لانك لا تشيرمي على الضيف السابق يجي لانك تشيرمي مالين خسرها بين نظرك عتانا المشاهدين الوضعيه الحقيقيه. اذا موضوع السحوه مشاهدي الكرام، حياء مرغوب ام قطع لصله الارحام منبوذ؟ بعد قليل. الحياء من الدين كلمة يستخدمها المجتمع الموريتاني تبريرا لعادة السحوة من الاصطهار من الانصهار، لكن هذا الحياء قد يصل في بعض الأحيان إلى قطع حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا مشاهدي الكرام، الحياء من الدين كلمة يستخدمها المجتمع الموريتاني تبريرا لعادة السحوة من الأصهار، عفوا قبيل قلنا لها من الانصهار صحوها الزملاء، إذا من الأصهار، لكن هذا الحياء قد يصل في بعض الأحيان إلى قطع صلة الرحم المطلوبة شرعا. محمد، وبين الشرع والعادة يختلف كثيرون في عادة السحوة، هذا هو موضوع فقرتنا اليوم عين على، لكن قبل نقاش الموضوع نتابع معا اراء الشارع حول هذا الموضوع. سعود الله ما زالت خارقه به اللي نحن الموريتانيون نعرف الله السحوه حد كبير تم الله كبير وحد صغير يا الله يؤذي الله صغير كل حد كامل كبر من حد يا الله لا يحترمه ويعطي حق الاحترام ويعنه اخوه اكبر منه ويستحى منه بكل جميع النواحي قضايا النسائية قضايا الكمي هاي عادة الموريتانيين. فيما يعني السحوة عندنا قاع الخير والسلامة يكاد أن ينقلب على الموريتانيين ماتل عندهم دين باللي مات له فما أخلاق، وعاد من ناحية الشباب خاصة اللي مكلم عنه واللي عاد مفتوح للمجال في كل شيء، عاد الواحد والواحدة تشوفهم الطايرين الأصبع قدام أباتهم وقدام أماتهم، هذا الدين ما هذا مات لدين، وهذا ما بقول عنه بحريه، هذه ما هي الحريه اللي ينقال انه يعدل. الحياء لا ان شاء الله يعود مازال خالق منه شيء. فهمتوا؟ وانا ظاهر لانه مشكلته المشكله اللي عادت مطروحه هي الغزو الثقافي والفكري اللي يتمثل في الانترنت وفي التلفزات القنوات اللي ما اللي فيها تشوف فيها الناس اللي خليعه ولا تتقيد ب ب ب بقواعد الدين الاسلامي الحنيف اللي احنا اليوم تياها كاع لا عملنا نتمو عملنا نعود مازلنا. نقول انا عن السحوه هنا في موريتان شبه ما والله نوعا ما مقروضه عاده يقولوا عنها قديمه والله شو بالنسبه للشباب اليوم، وهذا فعلا شيء خاسر بالنسبه لي انا ما هو صالح. يا الله يعود هي السحوه لا جزء من دينك، يا الله ولا قاعد مازال متمسك بديني وعود متمسك بيك السحوه، بيك السحوه شني؟ سحوه بعلني نهاب اللي كبر مني ونخاف على سمعتي ونخاف على ياسر من الشمال دخل فيها راسي، وانت دائما محافظ على حد كبر مني يعطينا احترمه، يا الله ما نقول شي خاسر ولا انا قاعد معاه في جماعه، وهذا كامل اللي تتخرص يعود على ايش؟ يعود على تربيه الانسان، تربيه الانسان يا الله يعود مبنيه على شي، ما يا الله تعود همجيه وتعود مبنيه على خساره اني خسرك واللي درت كامل نعطي لك ولا نعلم لك الاحترام ولا نبني لك على اسس. شكرا. اذا تلك اراء الشارع الموريتاني حول قضيه الصحوه. نرحب بضيفنا الدكتور محمد لمين، محمد موسى استاذ جامعي. الدكتور مساء الخير واهلا بكم معنا في برنامج مساء الخير. مساء الخير. دكتور فعلا موضوع مهم من هذا النوع مناقشته خصوصا العام فيها العديد من المغالطات اعتقد فهم موضوع السحوه اللي هو الاساسي. بدايه دكتور، السحوه مدلولها شرعا وعادة؟ نعم، شكرا لشكر التلفزه على تحتاي الفرصه. الحقيقه موضوع السحوه موضوع شائك، موضوع مهم تناوله لانه من العادات ومن الاعراف المتاصله في هذا المجتمع خاصه الثالوث موريتانيا الصحراء الغربية في المغرب الزوات، هذا منتشر فيه بشكل كبير. السحوة الحقيقة مفردة جاية من الصحياء من الحياة، لكن هي تمثل الجانب السلبي من الحياة. هناك الحياة النبوي وهو خلق فاضل
وهو خلق رفيع. احنا تناولناه في كتيب صغير الحياة النبوي. حياة من الإيمان. حياة من الإيمان وهو خلق فاضل. وخلق وصف الله به نفسه، وصف به أنبياءه، وصف به صالحين من عباده. السحوة هي ممارسة منتشرة في المجتمع البدوي، وهي في الغالب تتعارض مع التعاليم الدينية، بمعنى أن الحياء هو الخلق الفاضل، الحياء الشرعي، هناك الحياء الشعبي أو الحياء البدوي، وهذا الحياء هو حياء لكن حياء سلبي. إحنا معروف عن الأخلاق، فيها ما هو حسن وفيها ما هو سيء. الجانب الحسن من الأخلاق وهي الأخلاق الفاضلة لما بعث له تميم مكارم الأخلاق. لأن الحياة الشرعي، هذا الحياة الشرع وهو خلق فاضل من أهم وسيد الأخلاق، فهو دستور الأخلاق الفاضلة وهو سيدها. من درى هو لبعض سيد الدكتور يرى أن علن السحوة تصل في بعض الأحيان علنها تتخطى العادة، ولا تتخطى الحد اللي الله تلحق، وتعود نوع من قطع صلة الرحم أحيانا. نعم. خاصة فيما بين الأصهار. نعم. عندنا نحن هون في موريتانيا. بما أن الوقت محدود ندخل الموضوع بشكل من عندي في بعض أعلانتكم بطلي في خطورة السحوة عنها تعطل، والحياة خلق فاضل يدعو إلى إحقاق الحق لأصحابه. هناك حق لله، حق للأسرة، حق للفرد، حق للوالدين، بينما السحوة تعطل حقوق الناس حتى حقوق الله. مثلا هناك البعض لا يستطيع أن يتوضأ أمام أصحابه، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مع أصحابه. وفي حديث صحيح أنه مرة ما وجد الماء، وجد إناء، وضع يده الكريمة في أصابعه في إناء، وجاء الصحابة ما بهم الخلفاء الراشدين، معروف عن اثنين من الخلفاء هو متزوج بناتهم واثنين متزوج بناتهم، وتوضعوا معه. البعض للأسف وربما اجتهاد، والعلماء لهم اجتهاد، اجتهد فأصابه له أجران، واجتهد فأخطأ له أجر على الأقل، يرى أنك ما يالله تتوضع أمام صهرك. كذلك ما تصلي في الجماعة، كيف تقول بعضهم يتركوا أمر الطهري إن كان ماءه بجنب الصهري، تركوا للصلاة في الجماعة قد تركوا للصهري بعض الطاعة كترك للصلاة في الجماعة. كذلك من الظواهر الخطيرة أن الإنسان يستحي من أن ينزع سرواله وقميصه وبنطلونه العادي لابسه في بيته أو في الشارع، بينما ينزعه بيت الله وبيت الله، وهذا من أخطر. كذلك المرأة ما باستطاعتها ترضع ولدها ولو كان مريض، أو تمنعه من الشارع من خطرة بجانب الوالد وبجانب الصهر، وهذا خطير. كذلك المرأة الحياة أو السحوة يمنعها من المطالبة بحقوقها، قال لك هذا الشيء وحق طاهر مشرع، طاهر القوانين الوضعية، طاهر القوانين الشرعية، المشرع كامل قال عن المرأة لها الحق في الكسوة والنفقة ولأطفالها. هي تقول هذا ما هو زين، بسلطان العادة وسلطان القبيلة يمنعك من المطالبة بحقك، وهذا يضرب المجتمع، خاصة على المجتمع مفكك. عن أسر الموريتاني أغلبها أسر مفكك تعاني من الطلاق، وبالتالي نسبة كبيرة من النساء عاجزين عن وصول لحق بسلطان العادة. كذلك المرأة في النص الصريح مجمع عليه لا فهم خلاف عنها، عندما تطلق وهي في العدة يجب أن تبقى في بيته، ولذلك الله تبارك وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن. احنا مجتمع على يد أسف سياني العالم، سياني الجاهل، سياني المثقف، سياني المرأة عندما تطلق ترسلها دبشة، وحتى هي اللي ما تقبل بفعل الحياة السحور ما تقبل تقعد، وهي ظاهرة غريبة. دكتور فعلا مجموعة من الظواهر، لا أريد أن أقاطعك لأنها فعلا مجموعة من الظواهر مهمة، لكن لا نحاول على أن نعود المثل فضل جانب الآخر. دكتور مثلا هناك ما يسمى بالمسكوت عن، والفعلا لإفراط في السحوة بهذا الشكل اللي قدمته بها يعني يعتبر نوع من النشاز عنها النظم الأخلاقية والدينية للمجتمع الإسلامي بشكل عام، خصوصا المجتمع الموريتاني اللي تبناها بشكل عام.
لكن يا اخويا حد واحد قد يجبر اناء يتوالى به المعاد متوفر، خصوصا في الظرفيه نحن فيها المساجد عاد متوفره، ذاك من الاختلاط والتقارب اللي فعلا قد فرضت من مرحله معينه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، واليوم مثلا مع توفر هاي الامكانيات ما بين الاختلاف الزماني والمكاني، شي منه قبال ما هو خالف الشرع قبال مدقدق الصف على انه مخالف الشرع، فلا ترى انه يكون قاعد تجاوز ولا سكوت له الوعد عنه ما دام لا يصل ما لا راني ما لا نقول لك عندي كلمات قلت له ضعي شير زر شير لمريض وزر لقاجك يعتبر ذاك عاد يعتبر تفريط في حياه انسان اخر، ولا نقول لك عندي تكردو عن الشارع لانك عاد يعتبر ملي تفريط في تربيته ومستقبله، لكن هاي الامور البسيطه كيف مثلا نقول احد مثلا ما يتناول طعام قدام صهاره مبدئيا طمن ما دام جمع كل الهدايا يريدوا فيد الاخر ويلقموا من نوعهم نسكوت عن شكرا جيد. هو العرف والعاده مصادر التشريع في اغلب التشريع، لكن متفق القواعد الاصوليه حتى متفقين فقهاء القانون وفقهاء الشريعه على الاجتهاد مع النص واستمرار العاده لا يشرعها. يعتاد الناس مثلا انك لما العام يعتادوا القزره يتعودوا على العرف البول في الشوارع، والله الزنا، والله يشرب الخمر، والله مثلا هذا لا يشرع استمرار والعرف في المجتمع لا يشرع الفعل. نحن بالتاكيد شي فيه نص التفقيم وباختصار شنو العرف شنو الحياه. الحياه متفقين عنه هو ما كان عليه الرسول واصحابه والحياء من السلوك للمسائل اللي معينه في نص، وبالتالي التشدد فيها تجاوز الحدود وما هرطنا الكتاب من شيء اكملت لكم دينكم. يقول الامام مالك امام المذهب ان ما الانسان يتصور انه اتى بخلق فاضل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا فيه فتنه، ولذلك كان بعض الناس الخيرين التلاميذ جاءه وقالوا عليه عدل العمره من المدينه المنوره، قالوا احسنت وتناول اهميه العمره، قالوا لكن النساء احرم من الروضه من البيت النبوي، قالوا لا تفعل، قالوا لماذا؟ انا استمتع زيد الاجر، قال اذا فعلته تتصور انك اتيت بفعل عجز عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه السلف الصالح الخلفاء الراشدين، وبالتالي تكون فتنه. اذهب الى الحليفه، نحن نتجاوز الحدود والخطوره اننا نظن ان فعلنا هذا انه افضل وبالتالي ابتعاد عن الخلق النبوي. والمشكله هم ما هو قاعد مشكله جانب الدين، هو يعطل الحقوق، حقوق الطفل، تجد ام ما استطاعت تبقى ولدها معرض للنار ولا الكهرباء، انا نعرف حاله خطيره، بنت عندها ولد صغير جاء اخوها الكبار رفته من شافته مفاجاه طرست طب ظهر فقراته الصدريه وقاس الطب وبالتالي فوت ياسر غالب فعلا دكتور فتاه والفتاه ما يقدروا يعبروا عن رغباتهم بفعل الحياه في حاله الزواج وفي حاله اختيار الحياه، هذا الفعل هو يعطل كثير من الحقوق اللي احنا نتكلم عن ما في نص. فعلا دكتور غير دكتور ثانيا الوضوء ما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضا واصحابه هون خاص افضل هو والله الظاهر والله قلته لا المهم ما نقول عن مشين مشكله وصف الفعل عن مشين وهذا تكلموا عن الفقهاء انك اذا وصفت فعل فعله الصحابه وفعله الرسول وفعله الانبياء عن المشين سواء من اكل مع الاصهار او من اخذ الابناء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل اطفاله حتى في المسجد ويضع ما وضع امام على صدره امام العباس وامام اصهار ما كان في مشكله. ما ياتي المجتمع البدوي يقرر ان فعله هذا افضل او انه اكتشف اخلاق عجز عنها الصدر النبوي والله عجز عنها المشرع حتى في العصر قال الحديث لا تركنا الجانب الشرعي الجانب العصري يعني عندنا اخلاق مدنيه تعطي لكل حق حقها حقوق الطفوله حقوق المراه حقوق هو يمنع من الحقوق فعلا دكتور غير لكن دكتور فقط ثم حاولت لكم تطرحوا لنا مثال في اطار العباده نعم اطار قضيه انه هي حرم كذا ذيك حتى امور تدخل في اطار العباده ولا اعتقد نعم. انها قابله للتاويل ولا للتفسير بشكل اخر مثلا لكن ما عدا العباده انا اعتقد مثلا الحديث عن ما عدا العباده لا ترى ان مثلا الخروج عن النظم الاخلاقيه اللي يستريح لها المجتمع ما دامت لم تخالف الشرع يعني اضع خط ما دامت لم تخالف الشرع مثل ماذا؟
مثل مثلا شي كامل ما دخل في في اطار عباده يا سويه، شي ما دخل في اطار الحجم، ما بده مثلا نقول احنا لين حرموا وكذا تقطعوا ذاك منه، والله كيف المثال اللي اعطيته مثل قضيه يشير مثلا سرق ورقاش ياك يعطى منه، هذيك امور كما قلت لك تدخل في اطار حياه انسان اخر، مثل قضيه التربيه الى اخره، بعد الامور الاخرى العامه محمد اللي يتكلموا عنها. تعتقد دكتور على عن الخروج عنه يعتبر نوع من الدعوه حتى لياسر من التحرر الملي؟ ناس ما تقدر تعود مثلا كي يقول لك ما تقدر تعود سنين سراح كامله، ما تقدر هو فعلا خلق ياسر من الحياه، احنا لو نوصل للحياه اعتقد على عنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القران، وذاك والرسول صلى الله عليه وسلم اعتقد على عنه معصوم كيف مثل هذا البشر فعلا سنتو هي الواجبه وهي اللي تتابع غير من التحرر اللي حتى في الزمن اللي الشباب مثلا غازيته الانترنت من ناحيه وغازيه العالم الغربي من ناحيه اخرى، لا ترى انه قد مثلا يؤدي نوع من التفريط في الاخلاق الاجتماعيه المجتمع. جيد من الاخلاق، ما في نص ما في حرج ما دام عندك حريه، لكن مشكلة انه اذا كان يهدد مصالح اي عمل واي سلوك يهدد مصالح الاخر يسوى صغير يسوى امراه يسوى رجل، هذا يعتبر انحراف يعتبر تجنب. والحياة وكل سلوك لابد له مرجعية، أي خلق لابد له مرجعية، إما دينية إما عرفية من عند النص ما هو خارج. نحن مثلا خرسولين قالوا الحياة مرتبط بمسألتين، مرتبط بالجانب النفسي والجانب الجنسي. بالجانب النفسي لأن الإنسان معاه عم وعم مربيه ويعرفه صغير ويعرفوا يتصرف معه عادي ولده، هذا العم زوجوا بنته يصبح يقاطع عليه يصبح ما يقدر يقعد معاه، يصبح ما يقدر يسلم عليه، يصبح ما يجي ما يقدر يستفيد منه معلوماته، ما يقدر يسقي دواه بعض ضعيف يصبح يهجروا، وكذلك بنته تصبح كانها حتى هي حقوقها معطله، ما تقدر تاخذ اكرمك الله الحمام بهذاك العم ولا ذاك العم، هي اشكاليه. لماذا؟ لماذا التكلف؟ احنا مجتمع عصري المفروض ما نعود في التكلف، الامور في واضحه، نترك قاعد الجانب الديني. كمجتمع مدني عصري واعتبارنا عندي العاده محصوره في هذا المثلث، وعاده كانت بدويه ربما عاد كانت تكيف البداوه وشيء اخر، بدأ المعادات وتقاليدهم مرحله معينه، لكن هذه العاده ظاهر عنها يجب ان تختفي، خاصه انها تضر بالطفوله. حقوقهم تضر بالشباب، تضر المرأة، وتضر حتى أني وجدت شاب موظف دخله محدود ساكن في أحد من المقاطعات معاه والد وخال زوج زوجهم، هو دخله محدود وهم كلهم يشتغل والمرأة تهاجر، هو يبغى في الصباح يمشي يوصلهم لوسط المدينة كامل البسيط كلهم يحيي الاخر ويسلم عليه ويبارك في بيته كامل. هو عاد ظهر حاله مشكله، اذا مشى بالزوجه يقولوا ها صوره مره مشى بزوجته وخلي ابوه خلوا خال، اذا مشى بالبو خلى زوجته على الشارع كل حد يلصق فيه يقولوا هاي امي اللي ما عنده اخلاق خليها كل حد تركب معاه، اذا مشى بالخال زوج هاي اشكاليه، اصبح كيف العرش والذيب والعز صار هيك القضيه. والله ها الصيف ما ركبوا له كان من ابسط كلهم يسلم عليه ثاني ويحيي في الصباح يوصلهم مكانهم ولا يتعبوا ولدهم، لماذا التعقيد؟ الله لا يحب المتكلفين. لماذا نعقد ونحن نقدر نعود ملتزمين باخلاق وبحياه غير مع عم اللي نعود ما قطعنا صله الرحم ونعود وقعدنا مع عمامنا واحترمناهم وحاسناهم، احنا يعود واحد منهم من زوي خايف قاع من يجبره والله يحتك. انا هني ولا دكتور يعني يخلق نوع من زي بعد في المجتمعات وذي العادات اللي تخلق اللي تخلق فيها القضيه اللي هي تاخذ عن زياره رحم يخلق منها شيء في الليل وهي لا خلقت شوي تخلق ايه بظن المشكله كره عاد ياسر ما شوف لا يحاولوا لعنهم يهدوا الاجواء ذاك البيت لا يدخل فيه فلان لا يسلم عليه فلان يعود الضوء فيه ما هو المهم على صله الرحم خلقت الغريب عند عندك الشخص هو ابوه هذا كان زواج داخلي ترى الزواج كان بسبب مش مع الملتن هاي ابنه هذا يعرف مربيه يعرفوا ما تلبس باسو الله ربما يعود وين معدل وقاعد السنه أيوة. اصلا قاس به الطب ويعرفوا كلمة لا تكلف ترى انك تاكل الحد يقول الضفه في الضفه ان الضفه على طعام يشتهي المصطفى وعلي عدد مرات ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم تكل معهم فاطمه وينزل عليهم الوحي انما يريد الله ان يتبعكم رسالة البيت ويطارك تطير نزلت عليهم ياكلوا
قال فاطمة جبريل حسن حسين ينادي لعلي زال عليهم العباء أهل العباء هم يأكلوا لماذا احنا عندنا عدن خلق أحسن من خلقنا احنا مجعود عصريين أسرة تجابر بسيط والله شرعيين احنا في مرحلة لما اللي يكلف شوفوا يكلف الفرد يكلف الدولة وأثر على الفرد وعلى المجتمع وعلى الثقافة لأن الثقافة أصبحت تعرقي ياسر أنا المرأة تقول تربي هي معلمة ولا طالبة ما تقول تأخذ من الباب بعد جامعته ما هو إلى بوياك الراجل خاب هو قدامي خاب لا حد قد قاعد قدام يشتغل قدام وتقول ما تقول تجي ساعة ما ليش كده دكتور هو محمد عايش شارق قبيلة لأنه تقول تقتل دوش ودوش إلا واحد شايف هاي أورك خد دوش رعد فرق دوش محمد قبيلة شارع أنا دكتور أعتقد الآن فعلا القضية قضية مهمة لكن في أقل من دقيقة ونتيجة العام الوقت جاوبني في أقل من دقيقة والله كيف يمكن تخلص من هذه العادات؟ عن طريق دوركم أنتم دور كبير سير الإعلام ودور الفقهاء في الحقيقة هم ياسر من الظواهر الاجتماعية اللي الله يخلقهم هي ظواهر مركبة بعضها اجتماعي بعضها ديني بعضها وهي ياسر من ظواهرنا مركبة يا الله العب فيه العلماء ووسائل الإعلام المثقفين الدور في التخفيف منهم كيف قلت بأمور تدريجية اللي نحن خرصوا شنو شرعيتها شنو تماشيها مع الشرع هل أكثر ضررها ولا منفعتها ومن تجد عن أكثر ضررها وأكثر تأثيراتها السلبية في هذه الحالة تقتنع الناس عنها تخلص منها هي كثير الناس ركع عاملة عنها جزء من الدين وعن تقرب الله المهم بالعكس ما يموت العجم لا تنفس التاديت وتوب تاديت تقرأ عنك تاديت فعلا دكتور موضوع شيق وربما لا تكفي حلقة واحدة ولا حلقتين مساء الخير على كل حال كان وجودكم معنا فعلا كان مشرف البرنامج وكان كنا سعداء بهذا اللقاء نرجو إن شاء الله على نرجو إن شاء الله على أن تعود هذه النصائح إلهي لا هي لا هي لا تصدر الناس كاملة وتعرف ذاك اللي الله تهديك الأول منها أنت هو كيف حاجة حلوة المهم قاعد أنت أه؟ الإعلام هو المهم إيه صلح وصلح هذا كنت أنا كنت مع رأي الدكتور غير أنت هو اللي كيشي كنت تلمح على أن ما الدمية الله تضحك حتى مع تضحك الجماعة غير بشكل مختلف لكل حال وسائل الإعلام احنا بدورنا دور نحاول احنا نقوم على كل حال كنت ضيف مميز في مساء الخير شكرا دكتور محمد المين والمحمد المستاذ جامعي شكرا على تواجدك معنا هنا في استديو مساء الخير أما الآن مشاهدي الكرام فنصل إلى صورة من واكشوط اليوم والمكان تعرفونه جيدا غير لا نقولوها إلا بعد ما نشوف الصورة محمد صورة منين؟ هذه أعتقد على عنها صورة قريبة مارس كابيتال مارس كابيتال فعلا صورة منين مارس كابيتال أنا خلصت فيها اليوم ما شفتني أنت كنت في الصورة؟ كنت في شفت منين؟ كنت في ما تفطنت لي عادي أنت ليه تقولي أنا نقولك عنكم جدة عنكم جدة وشو تقول أنا اليوم قصير مارس وسو وقتي ووقتي ولا أعرف جدد ظرك لهين قيسوا أغنية ينقال لها حومات ودين الله لتذكير هي حمات الدين لها أغنية جديدة ورانا هادين هالمشاهدين أعتقد ما كانت أصلاً من أركان البرنامج عندنا غير الله من أجل على الناس تستمتع الكمبان من تعلي وركان ورانا بعد الأغنية مباشرة لين خلوكم مع لين ننتقلوا شور غرفة الأخبار لمتابعة موجز السابعة بعد ذلك لين تواصلوا معكم في الجزء الثاني برنامج مساء الخير واليوم يا لو تان دكينا متان دون الدم
إذن مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد في الفقرة الثانية والله الجزء الثاني من برنامج مساء الخير. والآن نبقى مع محمد وما ورد على صفحتنا على الفيسبوق. شكرا زميل القاري غير عدلتي شماهم دائما ما شكرتي زميل مسنجاي. إذن شكرا لزميل مسنجاي من غرفة الأخبار والسلام عليكم. نبدأ إذن مع الرسائل التي وصلتنا هذا المساء. وصلتنا رسائل عديدة من مشاهدين هناك أيضا غريب لين نبدأ لكم ردهم قاع ما تقد تفوتكم بصور. هذه صور فريق برنامج يعني قلت لكم عن عبد الياسر من شغل الليتين. هذه صور كتعليقات المشاهدين على الحلقات. إذن محفوظ والمحمد وكتب شكرا لكم على هذا البرنامج الممتع للغاية. وكتب علي والدهية كتب سأعطيكم ساطعين وأنيقين. ياك من زملاء كانوا وياهم بس عندي عنهم ريام هذا عندي عن غامضين وطاغين بكاريزما وحضور النجوم وبسكينة وبساطات العارفين تشع شاشاتنا بتميز نادر يمتع ويؤنس ويفيد ويرسم بين الفينة والأخرى بسمة بعيدة عن الغسلة. هذيك الغسلة بعد ريالك ذيك راس وقفة يعني كان بعيدة عن الغسلة. الله إن شاء الله ينصرنا وينصركم يعطيكم العافية. ونحن سعيدون جدا بكم هذا المساء ونحن كذلك سعيدون بك وبمتابعتك للبرنامج وبانطباعك عن برنامج. نرجو ان شاء الله ان نعود لكم ان شاء الله نستحقوه. يعود ما هو غيبه راهي الغيبه لذاك حرام دور نعقب من عدوانا حلقه اخرى.
فمساء الخير. الحياة لنعترف أننا في مجتمعنا، هذا فعلا كان موضوع هذه الحلقة. لنعترف أننا في مجتمعنا قد انحرفنا بهذا المعنى عن جادة الصواب وخرجنا عن مساره الصحيح، خصوصا حين يتعلق الأمر بالأنساب الذين صورهم حياؤنا كأعداء. على كل حال هذه وجهة نظر نحترمها لك، وهي فعلا اللي كان يتبارك معها الضيفة قبل قليل على أن الحياء حول صورة الأنساب إلى صورة أعداء للإنسان. نرجو إن شاء الله أن هذه الصورة على أنها تتغير في وقت لاحق لدى مجتمعنا، وزمن على كل حال كفيل بذلك. محمد والشبيه كتب محمد والشبيه كتب برنامج جميل ويتناول مواضيع هامة، وشكرا لطاقم البرنامج والمقدمين على هذا التقديم الرائع. أنا بس هذا نوع من ربع المعنويات اليوم لي أنا وأنت محمد. مخرج ما سامي حد. مخرج ما معلق عليه حد. اليوم المخرج لا طبعاً ما سامي حد. ما قال حد الصور زين والأخرى زين. على كل حال أنا لين كراج نقول عن المخرج مولدات هو شغلته زينة. ديك بونيس يقرا هي بونيس في وجه دماغ. وكتب أيضا البرامي محمد كتب البرنامج أروع ما يكون، فهنيئا للقائمين عليه وبالخصوص جماعة كاملة. محمد لا اللي ذا قلتهم يقرأ المكتوب والله لا نقرأه له. أو هاي سقرايتي المرة أنا أقول كلام خايف. وبالخصوص محمد وفتن والغالية ومنى. منى من دارت يقير عادي لا ترنساها منى ملي لأنه خرص الأسطورة لكنها ما يحتاج. على كل حال هاي الصورة هون رائعة فعلا، بعث إلينا بها مولاي محمد. هاي الصورة فعلا لا هي أروع مما تتخيل. صورة حد يبان راه بدا يدرس في ياسر ولا ابن البل، احنا قاعدين كنا شادين اخبار لابن البل، ولهينا عقوب عاد نوصلوا للضي نسولوا عن الفوائد الصحيه لابن البل، اعتقد العنوان من شبه وفي الكالسيوم. قلت انك واحد من البل بقى. انا ما ندي. انا فعلا من اهل البن كامل. عبد الرحمن محمد المختار، شكرا لطاقم البرنامج المتميز على هذه الحلقات الرائعه. شكرا لك ايضا عبد الرحمن محمد المختار. الطالب خيار مساؤكم سعيد، مساؤك انت سعيد طالب خيار. موضوع حلقه اليوم فايق الروعه اذا يهتم باصحاب المهن الحره بما يشجع الشباب على مزاوله هذه الاعمال الشريفه، لان الشباب هو مصدر القوه في بناء المجتمعات الراقيه اليوم. نرجو ان يكون الطالب خيار ايضا ممن يستفيدون من هذه النصائح وان يتحوجوا الحاله لانه يعدد المهن يعود ان شاء الله من اهله. لكل حال انطباع جيد ونشكره عليه. الشيخ تراد كتب السلام عليكم برنامج مساء الخير، انا من المعجبين جدا بهذا البرنامج، شكرا على الانطباع القيم والهادف، ونتمنى لكم التوفيق ونتمنى منكم طرح القضايا التي تهم المجتمع الموريتاني خاصه، ولكم جزيل الشكر. شكرا كتبها بطريقه فعلا جيده، كتبها بطريقه التي كتبتك توصل. انت توصل الى مستوى من الكتابه ولا ما توصل الى؟ ما انا الله انا قاعد على خطي واسع موزي. القصه اللي نرجع شوي لصور طاقم البرنامج، وفعلا هناك صور طاقم، هذا اعتقد هذا صاحب مونتاج زميل معنا القليب، هذا ايضا زميل احمد بابا، احمد بابا عزيزي، احمد عفوا هذا القليب القليب. ولك احمد والشريف المختار اللي ما حضرنا في اللبن، احمد والشريف المختار ونكبروا لهم الصوره شويه توضح لهم. اذا هذو جنود مجهولين باللغه العربيه، والله نقول لهم احنا وراء الكواليس بالحسانيه، نقول لهم احنا ذوك القوم المجحد لها. هذه اذا هذا صاحب التقارير اللي مشينا قبيل الله اكبر. المخرج اخي المخرج نور على كي هيدي المخرج وقعدت واضحه لي والله كافي. محمد انت مالك تكي شكا حزن المخرج في الصوره. ما الله الا ترني قبل الصوره وانتي ذراع اللي عايز لك محاك. اذا هاي صوره مخرج، هاي زميله القاضي انت. هذه الصوره انا عندي صوره مع المخرج. المخرج طبعا. شوفوا تعليقات الناس على الصوره. جميلة وشكرا، جميلة صليه الصورة لها اللي هو احنا الصورة جميلة وشكرا. نرجو لا تت
على أداء شخص معين وهذا حقا، لكن يجب أن لا تتجاوز حدود. محمد هذا التعليق لك أنت لا نقرأ لك يعني. أنا رايش نهاية ولا نقرأ لك التعليق الموجه له؟ هذا هو موجه لي أنا. إيه. هو موجه لي أنا أعتقد. قال نرجو لا ألا نتنابز بالألقاب، هي شتي بالعربية متينة. هذا من هذا بن يعقوب فاضل كتب نرجو ألا نتنابز بالألقاب، قد نتحفظ على أداء شخص معين وهذا حقنا، ولكن يجب أن لا نتجاوز حدود اللياقة الأدبية. ما أعتقد عندك تخليك على البرنامج، ربما تبي تنزلنا. محمد شفت برنامج مساء الخير محاول على انه يكسر الروتين والبرامج الاخرى بيننا نحن اصلا تنابز بالالقابي. والله هل تنابزتي معي بالالقابي؟ انا لم اتنابز معك بالالقابي. لا لا ولا اعتقد اني تنابزت ايضا مع المخرج. المخرج بالنسبه لنا فعلا هو اخو واستفادوا منه اكثر، بالنسبه لنا اقرب قاعد اخو صديق، ونحن ذا كامل نحاول منه نوع من المتعه للمشاهد على ما يعود عفويا. وخلطنا مع شيء ما يخلط، هو اخ وصديق وعدو لبعض الاحيان. وعدو كامل على كل حال. ومعنا ايضا الزميل خالد مخرج عندنا اخر هوك صاحب الجرافيك كل حاجه الله ناصر. ناصر لنا دائما نسمه ناصر. ناصر قد خاط الصوره معنا، الصوره الجماعيه اللي فيها احنا والمديره فعلا. وذاك عدو، هاك نعطيكم الاخبار، ذاك ما هو صديق وذاك لا عدو. بتوب شنو انطباعك عنه؟ ايوا مشينا عن ذي الصوره وقيس لنا صوره اخرى. محمد يا اختي المخرج ما تمليت منه، تفحص المخرج خلص ابعاد وقت طرحت فيه. هذه صورتنا اللي فيها ناصر. وي ناصر لابس الدراعه دائما لابسها. زين عنده دراري مقتنع بالدراري تعرف. محمد التذكير هاي دراعه راهي من كاج خياط سقايب. محمد احنا من خياطه قديمه قد تقرا لي حتى قلت لي تل مرسى تاخذها لي يومين وتقول لك دراعه يشوفها لك تشوفها من بازون تجلس فيها الدار تدرك. ايوا محمد عندهم ضويات الصور. ايوا زين غير شفت لي الصوره جبرت انا عليها تعليق. ايوا قالوا لي هو محمد شكى على انه مراد على مداف ذي القعده محمر فيها مراد. اختي ما هو ميمات ما له صاي بعضك شفتي قيس عبد الحي يقرب لك من ميمات. قضيه بسيطه ثم تحاشمت فيك ليه خليتوا لي بلاصه؟ قولي له بسيطه عنكم قلت له تحذفوني من الصوره غير ما قد ذاك يخلق، وانا نحاول دائما ان نثبت وجودي مع الجماعه. قلت الله نقيت على حاشي تاعي بان كنت مني ذلك كان يعطيني 150 غريب. غريب الزميل فتني خرس الواحد تحتاني لارك ما تفهمت اللي حين نجبرهم كاملين يسولوا. عرفت وضعيته بال معنا هو شنو؟ لان هذا تمين هذا هو المنتج اقوى لي تحرك اذا هو عندك خيت الاستاذ خيرت. هذا شو نقول قاعد ها منتجنا وانت منتج البرنامج هو ما لعب كانوا منتج انا ماني متاكد انه منتج من ناحيه كانوا منتج ويقدود ما هو منتج بعد الله هنا تياوتو. ايوا تخطى محمد قيس الصوره. شوف تعليق اذا هذه صوره طاقم اعتقد الحلقه الاولى من البرنامج ماني متخطي انت بكم الحضره كنت شهر مسقع رانك رجعت شفتي قضيتك بعد قال لنا اذا رجعنا للصور هون كانوا الصور نشوف نتابعوهم تابعوا بقيت شو بعد بقيت الصور عند احنا عندنا صور اخرى صورة تخطيتها اي عندك اذا هذيك اظن افتحها هذه اعتقد على انه بعد فتن ظلوا هون لما لو فتن صور لا حنين نشوف مشكلة لا يكون شيء أكفتن هاي صورة بعيد أه. هذه أكفتن قطعا هذا أنت وهذه قرأ لنا تعليقات استديو مساء الخير قريبا بعتقد أن هذه يعني أنونس كانت احنا لا فضل على كل حال عندي يوم ناصر يقول لك كل فضل ما يختير تعرف يقول عنه يعرف نعم انك تعرفه ولا تقول عني انا ماني خبري فيه انا خبري فيه ولا كلي كيف ظلمه انا لا ماشي كلي كيف ظلمه. هذه الصورة محمد قبل انطلاقة البرنامج كانت فقط الانونس اللي اعلان برنامج عربي ذاك عربي ذاك فرنسية ما ضوي تريد ذاك ارجع الى الفوق انا اعتقد على صورة البراك تعبر مشاهدين تعبر صورة البراك تعبر تخطينا محمد حاول اعلنك على الاقل لما سمح لنا الوقت بنقرا التعليقات سمينا حد كامل مش تعليق اسمي اسمه
شهر مساك احمر عندي على العين والي كثير روايه قاعد ما خلطت على اسمه. لا تكع زياده لا يخسر الناس بتعيط لا يخسر لا حاولي تحركي مثلا نتمنى قراوته تي ثانيه استفدت مني في القضيه. اخبرتي في التقنيات الجديده انا اخبرها في التقنيات القديمه. استقبلت تقرير تم حرك اها شوفي شفتي انت لا رجعتي بلاد الكنافه. أنا لهنا بدأنا نقرا. إيه بدي أقراي. محمد محميد علي كاتب. محمد علي محمد علي برنامج شيق ومفيد نتمنى لكم التوفيق وشكرا على هذا البرنامج الجميل. شكرا لك أنت محمد علي على هذا التعليق الجميل وإن شاء الله نعود عند حسن ظنكم. محمد الأمين ولمحمد قال التوفيق لكم بكل اختصار شكرا جزيلا وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. حلقة مساء الخير نحن لهنا قرا ولا المخرج نحن نقرا لا سمعي فيها لا ما يفهم لا سمعي يفهم لا 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 نحن ما تشتغل معنا نقرا تعليق الحلقة اليوم والله لا تعليق الحلقة اليوم اعتقد هي اليوم هي او شفتي ما هنيتني العادي عقب يدخلوا لي بارك مو يقراوا الخلطه هما لك مو سمعين عقب بارك تدخل عليك واحد من المخرجين واحد حد جاب فوق ميكرو الحين ما عاري ميكرو لحد خرسين خرسين الوضع اللي فيه غسيل السيارات اوكي قاعد زميل علي سالم الباب اللي زاد هو يتصل يتمي ولك هو يخاليك بالواي انت قريت السيدي الموريتاني ما قريت قال لكم مثير للاعجاب ان ترى بعض الشباب اختار مهنه غسيل السيارات بدلا عن بدلا عن الانحراف ولكن للأسف المجتمع ينظر إلى مثل هذا هذه المهن بنوع من الدنيا أما بائع الألبان هو نوع من الحنين إلى البداوة التي جئنا منها ولكنه للأسف سلوك يتنافى مع المدينة التي نعيش فيها. شكرا لك. طريقة القراءة طريقة القراءة النشر أقول نبقى مع التقرير التالي. فيك طريقة النشر أنا فعلا انطباعك جيد وهذا من ضمن أعتقد المواضيع اللي كنا اليوم وراجين إن شاء الله على الشباب بذ هذه البطالة وتعود اللي قاعد هذه اليد العاملة اللي تجينا مرقب. نقول احنا بلادنا جمال جمال بوها قريته قبيل. ايش كاتب؟ قال لك منذ أن بدأ هاو قاعد عندنا ثلاث مشكلتهم هم بداش ومن بدا برنامج تمارك لا تسوق لا تسوق الاوردناتور بالعكس ما وضح لي انا اللي وضح لي حق انت من انجلسي انا عايد حولي انا ما شاء الله جونا 39 تعليق على حلقه اليوم خلط احنا ما متفاصلين في التحليل لا نجيب لك انا محاوله اخرى سنتي لك الإمام والملاه أهديكم هذه الكلمات التي من ذهب وهي من كلام علي علي بن أبي طالب رضي الله عنها راحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس في قلة الآثام وراحة القلب في قلة الاهتمام وراحة اللسان في قلة الكلام محمد هاك سمعته انت لا تقولي لي كنتي سالتي سهره مساك احمر سعد شهون شكرا لك الامام نصائح فعلا نصائح جيده نبقى مع محمد المهاجري نشكركم على معالجه مختلف القضايا الوطنيه شكرا لك محمد زينه محمد قالت منورين شكرا انا اعرف سكان من احنا سهام منت كاتبة مساء الخير برنامج جميل جدا وبالنسبة لي جميع المواضيع جميلة هي كاتبة بالفرنسية هذيك اللي معربة جميلة ومشوقة فعلا هذه المواضيع كانت تحتاج لنقاش وشكر خاص لمحمد والقالية شكرا لك سهام منت وما قلت لي من تاس وعلى كل حال شكرا على رايك وان شاء الله يا رب نعود دائما عند حسن ظنكم في الحقيقه برنامج مساء الخير زين وتوف هذا مختار حامدنا حقيقه برنامج مساء الخير زين وتوف ما هو زايدك على ذاك شكرا في مدريد فيف مدريد برنامج راقي ومتميز شكرا محمد زيني حمادي برنامج بعيد يعيد الثقه بين القناه ومشاهديها لكن
جب ايش؟ جيد لو اقتصر التقديم على محمد ومقلاها مقلاها اصلا منه فلا داعي لتغيير المقدمين بل لا يخدم البرنامج. هذا رايي لان مقدمين البرنامج عدوا ثابتين واظن لانه اختارني انا وانت وشكرا جزيلا على اختيارك وان شاء الله نعود وعند حسن ظنكم كيف ما قلت. ومغلاها انا اسمي القاريه بعد مغلاها مثل اللي يشكم نعود وكاع كيفتها. شي ثابت ولا ما قدرت؟ المخرج سوى اللي كان هنا تياها صوره الخريف هنا بعد صوره لغسيل السيارات لا تتبقوها. ذا كان هو موضوعنا اليوم ذاك. مشينا الصوره تنصقل. تالي واضح عن سياره سعر الغسيل 400 توقيه مع الضمان لمده 6 ساعات. اختار شي غريبه في مرده. سمعته هذا شيخ خالي بدي مصطفى. انا روتات عندي فيه ملاحظه عندي فيه ملاحظه اخرى تعرف شنو هي؟ على كل حال هنا ماموني نانو بوبي وهنا احمد محمود محمد وهون شيخاني بدي مصطفى وهون الكثير من لو مثلا لا يسمح الوقت وهون محمد عبد الله محمد بن عبد الله وهون ريم الورد وهون مصطفى ماه وهون برنسيس ناني. على كل حال شكرا على ارائكم وعلى تعليقاتكم. العديد من التعليقات وكنا نحاول نختار وناخذ عليها كامل لكن الوقت ربما يسمح. فقط ملاحظه لفتت انتباهي في قضيه غسيل السياره. سيارة مغسولة وسيارة خلي السيارة ما هي مغسولة مولي عندي أنا السيارة لي مفصلة نحن ما قلت الغسلة نحن بعد الأبني غرق السيارة تعود مغسولة وخلي أحنا ما هي مغسولة. على كل حال سيارتك مغسولة ولا ما هي مغسولة؟ أنا كافي أنا بالغسلة أنت سيارتي مغسولة وذاك ما هو. إذا غالية فعلا شكرا لكل من كتب إلينا ونرجو نتوقع إن شاء الله ملاحظاتكم نترقبها دائما على صفحتنا على الفيسبوك. حاجة اللي عنها شنو؟ facebook.com/مساء الخير. هذا هو عنوان موقعنا صفحتنا على الفيسبوك وننتظر دائما ارائكم واقتراحاتكم ولا تنسوا مولينكم تمشوا لنا صور وفيديوهات خاصه للاطفال اللي معدلين عيد ميلادهم مشوا لنا فيديوهاتهم وارواق الكبار نشاركوهم فرحتهم ونهنئوهم ونقدروا نعودوا قاعدين نجيبوا لهم هدايا. على كل حال بعد الفاصل نقيسوا فقره صحه وتغذيه. اهلا بكم اذا مشاهدي الكرام في هذا هذه الفقره التي نخصصها دائما لصحه وتغذيه. موضوعنا اليوم موضوع مهم بالفعل هو موضوع امراض القلب والشرايين خصوصا ان هذه الامراض عرفت انتشارا واسعا في الفتره الاخيره في بلادنا ونتمنى ان شاء الله الشفاء للمصابين ونتمنى ان شاء الله الصحه للذين لم يصابوا حتى الان بهذه الامراض. نرحب بضيفنا الدكتور حمد احمد سالم. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا اخصائي والله جراح قلب ورعيه. اهلا بك معنا في مساء الخير. في البدايه ما هي اهم امراض التي تصيب القلب والمنتشره في موريتان خاصه؟ بدايه شكرا جزيلا الى القناه الوطنيه للتلفزيون على هذه الاستضافه التي لا شك ستساهم الى حد كبير في اهراء الوعي الصحي ومن ثم هي تلعب دور مكمل الى حد كبير لما نقوم به كاطباء وكممارسين للصحه العامه بشكل عام. فيما يتعلق بالموضوع اللي هو موضوع امراض القلب والاوعيه، انا اقول امراض القلب والاوعيه لان الاوعيه اكثر عموميه اكثر شموليه من الشرايين، يعني الشرايين والاورده هم اللي يسموا الاوعيه بشكل عام. دونك اذا قضيه امراض القلب والاوعيه فعلا اصبحت من حسب الدراسات الاخيره وحسب الملاحظ انها في ازدياد مستمر في العالم اجمع وفي بلدنا بشكل خاص وهذا ربما يعني ممكن ان نعود اليه ارجع لعده عوامل. فقط حتى نغطي ربما الموضوع بشكل سريع هذا العضو اللي قالوا مين قال له القلب عضو حقيقة مثير للدهشة والاستغراب في آن واحد لأنه هو عضو صغير جدا يعتبر من الأعضاء ما نسميه نحن الأعضاء النبيلة. هو وزنه تقريبا بين 250 إلى 300 غرام يعني ربما راحة اليد أكبر منها شوي تقريبا يدين مجموعات هذا هو حجم هذا العضو اللي قال القلب. هذا العضو ان شئنا يبدا النبض في الحياه الجنينيه، معناها مازال اذا كان في بطن امه بعد 21 يوم يبدا القلب
سبحان الله النبض. وتستمر هذه عمليه النبض ضخ بشكل مستمر دون انقطاع طيله حياه الانسان. حتى نعطي ربما ارقام بسيطه جدا، انه هذا العضو اللي هو القلب يغذي اكثر من 300 مليون خليه في الجسم. سبحان الله. 300 مليون خليه في الجسم، ويضخ ما معدله 70 الف لتر من الدم يوميا. هذه العضله صغيره جدا. ويدق لليوم، يعني حسب عدد دقاته في النهار، راني يعني ما نختاركم تحسبوا دقات قلوبكم، الى اكثر من 100 الف دقه تقريبا في 24 ساعه. ولين نعملوا عمليه حسابيه، يعني الحاجه رياش تقريبا 70 سنه، ولا عدنا مقاربه شوي بلغه الاقتصاديين، نقدر يعني نقولوا عن القلب يعود ضخ 70 سنه اكثر من مليون برميل من الدم. سبحان الله. حقيقة هذا حدث ولا سبحان الله، ولكن ولكن الواحد يتخمم فيه يتفكر، لكن بسيط وصغير في حجمه، ولكن الوظيفه المناطه به كبيره جدا. شنو هي الوظيفه اللي مناطه بالقلب والاوعيه؟ القلب الوظيفه الاساسيه المناطه به هي اللي قالوا ضخ الدم المحمل بالاكسجين اللي هو الطاقه الاساسيه للجسم، لان حال الجسم كامل. اذا هو يلعب دور مضخه مركزيه. هذه المضخه مربوطه بشبكه كما لو انها شبكه مياه. هذه الشبكه ممثله اساسا لين قالوا الشرايين والوريد. اذا بشكل بسيط ومبسط جدا لين قالوا جهاز الدوران ولا الجهاز الدوري بشكل عام، فيه مضخه اللي هي القلب، وفيه شبكه. هذه الشبكه فيها الشرايين اللي يمشوا بالدم من القلب شوارع حال الجسم كامله، وفيها الاورده اللي يرجعوا الدم اللي حامل الفضلات وحامل ثاني اكسيد الكربون للقلب، يعني يتم التخلص منه عن طريق الرئتين. وبالتالي امراض القلب والاوعيه هي الامراض اللي والله هي مجموعه الاعتلالات اللي تخلق لهذا الجهاز، سواء على مستوى المضخه او على مستوى الشبكه في حد ذاتها. اذا شنو هي الامراض؟ اهم الامراض اللي تخلق القلب بشكل سريع جدا، القلب مكون من 4 غرف، فيه بطينين وفيه اذنين، كل غرفه مرتبطه بالغرفه الاخرى باب لاشتكي في البال، واللي نقولوا نحن الصمامات. من بين الامراض اكثرها واللي منتشره جدا في البلد اللي قالوا ما امراض الصمام. الصمام اللي هو تقريبا نافذه قصيره. نافذه نحن هون على مستوى القلب، على مستوى المضخه الاساسيه، لكن المضخه فيها 4 غرف، كل غرفه بينها مع الغرفه الاخرى نافذه قصيره صغيره. هذه النافذه هي بتفتح، هي تمشي منها الدم من البطين جاي من الاذين قايس البطين، ومن البطين قايس الابهر اللي هو شريان الكبير اللي يمشي بالدم، شور التيو الكبير اللي تمشي بالدم، انشينا شور الشبكه، شبكه موجوده على الاطراف، يعني اطراف الجسم كما لو هنا اطراف المدينه. هذه الصمامات اللي مولي النوافذ الصغيره عيات تعود ما تفتح، معناها مصابه بالصدر انشينا، تعود فتحتها ما يمكينا، وعيات تعود تنفتح بشكل اقل، وبالتالي كميه الدم اللي باخذها منها ما هي الكميه الكافيه، وبالتالي ينعكس هذا الخلل العضوي على مستوى الصمام على عمل القلب، لانه لا يتم هم كميه من الدم المفروض ان يضخ القلب ما لا تنضخ من خلال نتيجه العمليه النافذه ما تفتح بشكل طبيعي. وهذا هو بين يدخل الاطباء يتدخل التخصص اللي هو جراحه القلب، لانه في مراحل معينه يجب تبديل الصمام بصمام معدني اخر، وهذه عمليه تعدل عمليين قال لهم بشكل تعرف الناس كامل عمليه قلب مفتوح. دكتور على اريد المقاطعه في لان تاثرت بموضوع تاثير مهم، هذا ورك لي سونداج اللي قالوا القلب مضخه المضخه. نحن موريتانيا عندنا قضيه تصلب اعتقد شرايين طبعا مدري كان الجراحات هون على مستوى البلد الان اصبحت على المستوى اللي يكفي العلاجات فقط. حتى نبقى في نفس الموضوع، قلنا عن بين الامراض اللي تخلق في المضخه صمامات واللي لابد لهم جراحه في مرحله معينه. من بين ايضا الامراض اللي تصيب هاي العضله اللي تصيب هذه المضخه اللي قالوا امراض العضله والله استسقاء العضله، يعني العضله اياك تشتغل بشكل مستمر هم عروق يجيبوا لها الدم، ينقال لهم شرايين تاجيه. هذه ترى شرايين تاجيه هي اللي جايبانها للدم تغذي العضله اياك تقوم بهذا هذه الوظيفه اللي كنا قبيل عنها مثيره للدهشه ومستمره بشكل طيله حياه الانسان. هي الشرايين عرضه، وهذا هو امراض الشرايين الاعتلالات اللي تصير بالشبكه الشرايين، عرضه لشيء نقول الانسدادات اللي تخلق اساسا من تكدس المواد الدسمه
كوليسترول على الجدار الداخلي للشريان، وبالتالي يضيق الشريان، وهذا هو اللي سبب اللي قالوا ذبحه صدريه. ذبحه صدريه هي انسداد جزئي على مستوى شريان تاجي يغذي عضله القلب. معناها عندك منطقه اللي مسؤول عن هذاك الشريان ما لا تجيه الكميه الكافيه من الدم، وبالتالي ذا ينعكس على وظيفه ذيك المنطقه من عضله القلب، وبالتالي ضخ عمليه الضخ في حد ذاته لا يتعمل معي الصالح. ممتاز بشكل ممتاز. وهذا يسبب الام الصدر واللي ينقال له ذبحه صدريه. في مرحله معينه من تطور لكن الانسداد الجزئي يعود انسداد متين، وهو اللي عاد اللي ينقال له ما يسمى بجلطه القلب او ما يسمى باحتشاء عضله القلب، واللي هو حاله مستعجله يجب تكفل بها بشكل سريع، والا تعرض الانسان للوفاه. يعني تدخل جراحي. يجب تدخل اولا، يجب التوجه للطبيب حتى يتم تشخيص. ولكن عندما يتم تشخيص هناك دواء علاج طبي وتعدل عمليه ينقالها عمليه القسطره، فحص يعدل عن نار تتياها على مستوى المصلحه على مستوى المركز الوطني لامراض القلب اللي هو عمليه القسطره اللي دورها تحديد مكان الانسداد على مستوى الشريان التاجي. اذا ما كان مؤهل عنه يتم توسيعته، اللي نقول له احنا هون بالبراني نقول لهم يسنقص العرق. اي سنقصوا؟ اي سنقصوا العرق كيف يعدل فيه. ومره يقولوا يسفلوا. والله يسفلوا، هم واحدين يقولوا على يسفله. تعدل اعتقد عنهم الى من الفخذ. ايش كذا؟ ما لا. والله زال الله يحل الجانب الى جانب. ما شاء الله لا اعرف. بعض الاحيان عندما يكون الانسداد متين حتى ومناطق طرفيه من الشرايين التاجيه، هون دخلوا احنا كجراحين التعديل العملية اللي تعمل شيء قال الوصلات الدمويه، معناها عن بل الانسداد نجيبوا عرق من الصاك ونديروا سابق الانسداد وورا الانسداد ياك الدم يعود مثل يؤخر على البيض اللي فيها انسداد، وبالتالي تتم التغذيه. حتى نعود للعوده للنقطه اللي اشرت لها، احنا هون على مستوى مركز وطني لامراض القلب في السنوات الاخيره شهدنا تطور كبير جدا. احنا الان عاكفون هم اراده فعلا سياسيه وإرادة من القائمين على المركز من أجل الحد من المرضى اللي يمشوا للخارج التعديل اللي قالوا جراحة القلب. طلعش التعديل مفتوح جراحة القلب ولا قاع جراحة الشرايين، لأن احنا كنا إلى أمد غير بعيد كنا مرضى القصور الكلوي المزمن نمشوهم للدول الخارجية ياك يعدلوا عملية فيستيل، هاي تعدل بها تصفية. الآن الحمد لله على مستوى المركز كل الامراض التدخلات الجراحيه على مستوى الاوعيه على مستوى الصدر ينقام بها. بما يتعلق بجراحه القلب المفتوح، نحن الان بصدد تكوين فريق موريتاني 100% في غضون اشهر قليله جدا. نحن جراحين على مستوى المركز، فيه طاقم طبي مساعد في يشتغل في مثل نوع من العمليات، وفي خلال اشهر قليله اعتقد اننا سنكون قادرين على رفع التحدي على الاقل ما يتعلق بالجزء الاخير اللي مازلنا رفعه اللي هو جراحه القلب المفتوح. طبعا هم تعاون مع بعثات تجي بشكل مستمر كل التشغيل قال لي تدريب الطاقم المحلي واعطائه الخبرات اللازمه بشكل عام هذا هو اهم شيء اللي فاتوا عاده حتى الان. دكتور منذر، ما هي العلاجات الاوليه لمرضى القلب الشرايين خاصه في حاله حد مثلا لا قدر الله اصاب بزر حد ولا قبضته ازمه ولا شيء؟ هذا يقودني لقضيه مهمه جدا. شنو هو الروايات اللي تثير الانتباه والله الدق جاق ناقص الخطر؟ ناقص الخطر بلغتكم انتم الاعلاميين. اهم شيء اللي نقاو الالام صدريه. نحن العلامه الاولى اللي مهمه جدا واللي نحثوا المواطنين على اعطائها الاهميه القصوى اللي قالوا الام صدر. الام صدر عصير وجيع قاشوش متين والله عادي، فهمت؟ والله حس بالم متمركز مثلا وراء البازوله تقريبا، والله الام منتقله الى الجزء الايسر. هذا بشكل تلقائي يجب دق نقول جرس الخطوره والتوجه لاقرب طبيب ياك يعدل له تخطيط القلب ويشوف ياك ما هي بدايه اعراض ذبحه صدريه لا قدر الله قد تتطور الى احتشاء عضله القلب. هذا عرض مهم بالنسبه للقلب، بالنسبه للمدخن، لانه يعطي درجه يعطي فكره عن درجه الاعتلال اللي خالق شرايين التاجر اللي كنا نتكلم عنه. القضيه الثانيه فقط اللي تم ايضا تمنا احنا كجراحين هون اللي قالوا شرايين، ليس بشيء انسدادات الشرايين هون. وهذه ينتهز الفرصة أيضا لفت انتباه الأطباء الزملاء أنها يجون لا في حالات متطورة جدا ذات المرض الحجر ذات عاد الانسداد أثر على
حيوية العضو وبالتالي عاد لا وده لون بتر. وكان من المفروض عن في الانسداد اللي تخليك في الكرعين وتخليك في الارجل وتخليك في القايمه والى اخره في الاطراف يعني في الشبكه يتم تدخل جراحي سريعا يا كاش ياك العضو يتم حي لانه مرحله معينه اللي يخلق الانسداد ويعود العضو مات اللي جاي الدم يعود لا بد له من البتر. وهذا حقيقه نحن كجراحين يعني يقز في الانفس ان المريض يجينا دكتوره للاسف نحن الوقت يداهمنا. من ترى شنو هي اهم الوسائل للوقايه من هذه الامراض والنصائح اللي تقدمها للمشاهدين؟ دقيقة دكتور نتيجه الوقت. ما مشكله انتم قاعد الاطباء ماكم عاطينهم حتى يحسن الوقت. اخوان بيكون الشين الله يطلع لنا شيء قاعد ما عندكم فيسبوك ولا لك لا لا اخوان حقيقه الموضوع مهم. اهم شيء في اخبار الوقايه اللي قالوا تفادي عوامل الخطوره بشكل سريع جدا. اهم عوامل الخطوره كرة السرور. اول شيء تدخين. لانه يسبب تراكم المواد الدسمه في الدره الداخل الشرايين والاوعيه بشكل عام. ثاني حاجه زياده الوزن خاصه عند النساء الموريتانيات. دق ناقوس الخطر. لولا موجه لكم انت محمد الثاني موجه لا ابدا ابدا ما نمشي شخصيا. ثالث حاجه وهذا لا في مكافحه الكوليسترول اللي قالوا تغيير الانماط الغذائيه المعتمده على اللحوم اللي مشبعه بالمواد الدسمه بشكل كبير. رابع حاجه وهذا مهم جدا الرياضه بشكل مستمر. 30 دقيقه لا تكلف شيء الكثير يوميا. يوميا. فهمتي؟ ولكن الرياضه ايضا اللي مستمر ما هي رجاج يعطي سنتين هو ما عاد الرياضه. عبد الله ليله واحده. واحد ويقعد نهار اخر يتم نهار كامل يرصف هذا اساسا ما عنده يقين من ناحيه الفقه. بالتالي هذه امور اللي يتفاداها رجاج. دكتور في الاخير اسمحوا لنا نحن طولنا مع الضيف اللي سابقكم وفعلا فيسبوك قبضوا لنا وقتهم ونحن الاطباء اشكوا لنا يلا نطولوا فقرتهم باش نشكروا منهم ياسر من نطلب طلب قدام الدكتور. لا ما ان الله ان شاء الله يكرمنا ويكرم المشاهدين ان شاء الله. يغنينا عنكم بالعافيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الاستديو ان شاء الله. ان شاء الله لا خارج حديث ودي موجه للخارج خارج المستشفيات موجه للناس بالخارج حتى ولو كان ثمن ذاك حتى ولو كان ثمن ذاك بطاله ما هي مشكله. نحن نصل بطاله وعندنا شكرا جزيلا لك. مرحبا بك سهلا شرفت مساء الخير. انا شرفتونا دكتور مساء الخير. ان شاء الله نلتقي خارج الاستديو لكن ما هو في الطبيعة نلتقي في شتى تشرفنا. مشاهدينا الكرام لم يبقى لي من الوقت الا ان اشكر ضيفي. اشكركم على حسن متابعتكم للبرنامج هذا المساء وننتظر دائما مقترحاتكم وارائكم على الفيسبوك www.facebook.com/مساء الخير. إذا ننتظر دائما مقترحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك وأراكم حول مواضيع لنناقشوا في البرنامج. نلتقي بكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يوم الأحد بإذن الله. غدا ستكونون على موعد مع منى محمد وأحمد دول الحسن في حلقة جديدة من مساء الخير. إلى ذلكم الحين دمتم في أمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم.